فاتت كان الكيلو ب 15 جنيه، اللي هو الشعبي كده للزبون واللي عايز يفرق كده. النهارده ب 20 جنيه وب 25 جنيه، علب جاهزه فيها كيلو حضرتك، وفي اللي هو عايز يشكل العلبه براحته يعني ب 35 جنيه اللي هو عايزه. زي ما انت شايف كده مثلا عندنا دي كذا تشكيله وكذا صنف، اللي هو عايز يحب ياخده يمسك العلبه وينقي في العلبه. بس دي بتبقى ايه زي موسم، ودي عادي عندنا، واخد بالك؟ ما ينفعش ان هي غاليه رخيصه، ما ينفعش ان محدش ياخد حاجه. النهارده كان الكيلو الفاخر لا مؤاخذه ب 45 جنيه، يعني النهارده ب 45، كان الاول ب 35 جنيه وب 30 جنيه ويشكل اللي هو عايزه. يعني احنا هنا عندنا المشكله، عندنا احنا هنا في الشوادر حلوه. حلوه ليه؟ يعني بتبقى جميع الاشكال كلها موجوده، وفي زبوني بيبقى حاجات عايز حاجات معينه، فاحنا نقول له لا، انت قول كله في قلب بعضيه اللي انت عايزه ايه، خد علبه ونقي، فبينقي، فبتبقى الاسعار كويسه بالنسبه له. لكن لو خد من كل حاجه وكده وحسبها بتبقى غالية عليه. السنة اللي فاتت كان الجو كويس يعني الحمد لله، وكانت ماشية. ما كان كيلو السكر بكام؟ كان بخمسة جنيه. دلوقتي عشان كيلو السكر تقول لهم يقول لك ب13 جنيه، واللي يقول لك ب12 جنيه. في مصانع قفلت يعني مش شغالة، وفي مصانع فاتحة، بس يعني احنا على قدر الإمكان بنجيب الحاجة، يعني ما بنحبش يعني نضلع الزبون فيها. يعني حاجة من هنا وحاجة من هنا بنسهل يعني عشان نبيع كتير، وتبقى في مصلحة برضه، بنستقرب مع الزبون غير المحلات وكده يعني.